رأى عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي أن هناك قيادات سياسية تعقد اجتماعات بروتوكولية من أجل أن توهم الشارع بوجود انتخابات مبكرة، لافتا إلى أن الواقع يقرأ شيئا آخر مفاده لا وجود لأي انتخابات مبكرة. وقال المطلبي أن قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب على عجل وتحت ضغط التظاهرات يخلو من أي روح، لا سيما بشأن قضية توزيع المقاعد الانتخابية والاتفاق على تقليص عدد أعضاء المجلس.